انتهى من القسم الأول شرع في القسم الثاني تفسير التوحيد. الآن يقول: ها أنا أفسر لك التوحيد الذي وجب عليك وتشوقت إليه ولابد من تحقيقه والخوف من ضده والدعوة إليه. خذ توحيد من هنا إلى نهاية الكتاب، لأنه قال في المسائل وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني إلى نهاية كتاب التوحيد. وفي نهاية الكتاب ماذا قال؟ وما قدر الله حق قدره. قال: انتبه، لابد تكون بين الخوف والرجاء، لا تتعاظم، لا تتعالى على الناس، لا تترفع، لا، مهما توحد توحيدك في نقص. لابد أن تخالف الكفار إنه ما قدر الله حق قدره. كتاب والله أخواننا، الشيخ صالح على الشيخ عندما أراد أن يشرح كتاب التوحيد ما استطاع. ألف إيش؟ أي كتاب؟ تمهيد. التمهيد هذا ليس بشرح لكتاب التوحيد، اسم الكتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد. إذن إلى الآن هو لم يشرح كتاب التوحيد. ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن باز رحمه الله، في آخر درس في كتاب التوحيد، آخر درس ختم الشيخ كتاب التوحيد، فقال الطلاب: يا شيخ ماذا نبدأ بعد كتاب التوحيد؟ قال الشيخ: كتاب التوحيد. قال: يا شيخ انتبه، الآن انتهينا من كتاب التوحيد. قال: هذا الكتاب يحتاج أن يكرر عشرات المرات. مفهوم؟ يعني لا يأتي واحد منكم ويقول: والله درسنا كتاب التوحيد. لا، كم مرة درست هذا الكتاب؟ كم مرة تعلم الناس؟ كم مرة تقرأ في هذا الكتاب؟ كم؟ لو تنظر إلى بعض العلماء تدريسهم لهذا الكتاب، يمكن بأيام حياتك أنت، والله صدق، يدرس كتاب التوحيد، ينتهي يبدأ. هذا علماء. اليوم الذي ينتهي فيه من كتاب التوحيد يبدأ بكتاب التوحيد، ينتهي من بلوغ المرام يبدأ بلوغ المرام. هذا العلم عندهم، وهذا جعل في هؤلاء علم وضبط. الله، هذه الكتب وضع الله سبحانه وتعالى لها القبول في الأرض. ماذا تصنع؟ صح؟ ما تستطيع تصنع شيء. يعني كم ألف بعد الأربعين النووية؟ كم؟ كثير. وكم ألف بعد أصول الثلاثة؟ كثير. وكم ألف بعد البخاري؟ كثير. وكم ألف بعد مثلا ألفية ابن مالك؟ كثير. لكن الله سبحانه وضع لهذه الكتب القبول في الأرض. أكثر كتاب طبع بعد كتاب الله، أي كتاب؟ الذي يعرف رفع اسمه، أي كتاب؟ نعم أبدا. لا، ها، لا، نعم، لا، سبحان الله، نعم الشيخ، رياض الصالحين أكثر كتاب طبع بعد كتاب الله رياض الصالحين. لمن؟ للنووي رحمه الله. ابن عثيمين شرح رياض الصالحين، مسجل هذا عند ابن عثيمين رحمه الله، يقول: أنا أتمنى أن يكون لي مثل هذا الكتاب. من؟ ابن عثيمين الذهبي، إمام له مؤلفات، يقول ليتني أعرف ما السر الذي بين النووي وبين الله، يوجد سر. هذا إمام الذهبي، صح؟ لكن يقول: يوجد سر بين الذهبي وبين الله سبحانه وتعالى، أنا لا، ليتني أعرف ما هذا السر. فأنت الآن، بعض الناس يقول: كيف كذا حصل؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. مفهوم؟ أي نعم. وضع الله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب القبول، وش نصنع؟
نشرح نمشي ما نؤلف. يعني الآن بركة العلم، ترى هذا ليس خروج عن الموضوع، بركة العلم أن تسير على الطريق الذي سار عليه السلف. بن عثيمين مثلا رحمه الله كان يستطيع يلغي بلوغ المرام ويؤلف بلوغ جديد، ويستطيع يلغي الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد ويؤلف كتاب جديد، ويستطيع يلغي زاد المستقنع ويؤلف كتابا جديدا في الفقه، يستطيع، لكن ما استطاع هو، لأنه يعرف أن البركة أن يسير بهذا الطريق. مفهوم؟ الشناقطة بينه وبين ابن مالك يعني وبين خليل، مختصر خليل خلة، فيقولهم الشناقطة، يقول أن ابن مالك رحمه الله كتب في أول الألفية فائقة ألفية ابن معطي، ابن معطي الزغاوي ألف ألفية قبل ابن مالك ومات، وجاء ابن مالك وألف ألفية من ألف ألفية، وكتب ابن مالك فائقة ألفية ابن معطي فقط إلى هنا ونعم، هذا يقول الشناقطة رحمه الله. فعندما نام ابن مالك رحمه الله جاء رأى في المنام من؟ ابن معطي الزواوي، جاء في المنام قال يا ابن مالك فائقة ألفية ابن معطي والحي خير من ألف ميت، فائقة ألفية ابن معطي والحي خير من ألف ميت، يقول أنت الآن حي، أنا ميت لا أستطيع نافسك الآن، صحيح؟ لو كنت مثلك الآن على وجه الأرض أنافسك الآن تتكلم بهذا الكلام. فاستيقظ من المنام وكتب فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميل، والله يقضي بهبات وافرة لي وله ولكم في درجات الآخرة. لازم نعترف للعلماء بالفضل، والله لن تجد بركة العلم إلا بأن تعترف لهؤلاء بالفضل، هذه زكاة العلم، مهم جدا. بعض الناس يتكلم ولا يقول، حتى لا يقول جزاه الله خيرا لمحمد بن عبد الوهاب. طيب، إذن عندنا أبواب خمس، مقدمة فيها أبواب خمس، وجوب التوحيد، أوجب الواجبات، أوف. ثم فضل التوحيد حتى تشتاق، ثم تحقيق التوحيد حتى تحقق، ثم الخوف من ضده، لأن من تحقيق التوحيد الخوف، ولا بد تخاف كما خاف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولا بد من الدعوة إليه، لأن التحقيق من تحقيق التوحيد الدعوة إليه والرد على من يقول أن أول ما يدعو عليه الصلاة. هذه أبواب خمسة، شروط الدعوة إلى الله خمسة. هذه الشروط الخمسة قال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. الشروط هنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذا الشرط الأول الإخلاص، وهذا الذي ذكرنا، لأن كثير من الناس لو دعا، يقول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لو دعا فيدعو لنفسه، حتى يقال عنه عالم داعي. على بصيرة، البصيرة ثلاثة شروط، على بصيرة ثلاث شروط هنا في على بصيرة، على بصيرة دليل واحد فيها ثلاثة شروط، معرفة حال المدعو والحكمة والعلم الشرعي. يبقى معنا شرط واحد حتى تكتمل شروط خمسة، الصبر والعصر إن الإنسان الذي خسر. إذن شروط الدعوة كم؟ خمسة، أربع شروط هنا في الآية، وممكن الصبر يدخل. نعم، تقول الإخلاص والعلم الشرعي ومعرفة حال المدعو، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، هذا الآن يريد يسافر إلى أفريقيا، لابد يعرف هؤلاء على أي معتقد، أي لغة، صحيح، ماذا لديهم، ما هو المذهب، لابد يعرف، إنك تأتي قوما،
تهيئة الدعاء إلى الله من أهل الكتاب. والأخير الخامس الصبر.